السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم مي أوسمان. هل سوف تكتشف بالا أم مارتا؟ الإمبراطور يصدر حكما ضد ابنته أوفيليا. هل يصاب السيد عثمان؟ ومفاجآت وأحداث نارية، تابعونا. قبل أن نكمل هذا الفيديو لا تنسوا ذكر الله تعالى وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. هيا بنا نكمل تفاصيل الحلقة. وبعد الحلقة الرائعة والجميلة والأحداث النارية التي انتهت الحلقة بتعارك عثمان مع القائد أولوف، والذي شاهدنا في الحلقة القادمة بنجاح كونرال عبدال بمعالجة الإمبراطور، الذي سيقف الإمبراطور حينها ويوقف القتال بين عثمان وأولوف ويصدر حكما باكتشاف الحقيقة وإحضار أوفيليا له. وبينما قد تبين لنا بنجاح كونر بتهريب الأميرة أوفيليا، بعد كلام عثمان سيتابع هذا الأمر وسيجعل أوفيليا لتتكلم. لكن بعد خروج السيد عثمان قد شاهدنا وقوعه في كمين أثناء رجوعه إلى القبيلة، وكما شاهدنا في الإعلان أن إفري هي التي أصابت خيل عثمان، ولكن في الحقيقة ليس إفري بل هذا المحارب. كما شاهدنا في الإعلان أمر أولوف هذا المحارب بقتل عثمان أثناء خروجه من القصر. فهل نشهد إصابة السيد عثمان في الحلقة القادمة؟ وما المنقذة؟ نؤكد لكم أن عثمان لن يصيب إصابة خطيرة، فسيقوم من هذا الكمين وينقذ حاله بنفسه. بعد ظهور هذا المشهد في الإعلان وهذه العلامات التي تشير أن السيد عثمان سيقوم بعد وقوعه من الخيل ويتخطى هذا الكمين حتى يصل إلى قبيلة السيد أوكتام. بعد وقوعه في هذا الحادث سوف يتم أسر السيد أوكتام، الرجل الذي أطلق السهم على كانتا كازينوس، وهي خطة من كانتا كازينوس بنفسه حتى يقوم بفتنة في القبيلة حتى يتم اعتقال السيد أوكتام. ولكن السيد تولغوت هو الذي سوف يقوم باعتقال السيد أوكتام حتى يأتي السيد عثمان لتقوم المحاكمة السيد أوكتام حتى لا يتم حكمته عند البيزنطيين. وأما عن أمر السهم الذي أطلقته أفري فسيكون لنصب كمين قاتل للسيدة بالا، التي اتضحت في الإعلان أنها تواجه السيدة بالا بإخفاء هويتها، بما قد تصيب السيدة بالا إصابة خفيفة بعد ظهورها في هذه الصورة. بالا سوف تنجح بتخطي هذا الكمين، وذلك بعد ظهورها في ينشر، الذي سيزيد شكها في التاجرة مارتا، لأنها قد تكون هي تلك الفتاة التي واجهتها. فأتوقع أن مارتا سوف تكون مستعدة حتى تبعد الشكوك من حولها، فسوف تخبرهم أنها كانت لتجلب أقمصة جديدة أو أشياء أخرى. كما أيضا قد تخبرهم أن أخاها التاجر ليو سيتأخر قليلا بالعودة حتى لا يتم البحث عنه. ولكن أنا أتوقع أن مالون سوف تخبر بالا عن الحادثة السابقة التي أصابت شخص في الكاميرا، بما سوف تشك السيدة مالون بالتاجر ليو بعد اختفائه فجأة من ينشر. فأظن أنها سوف تبدأ مراقبة مالطا حتى ليتم كشف إفري. إفري سوف يتم اكتشافها بعد حلقتين أو ثلاثة، ولكن لن تموت، سوف تعلن علنا مواجهة السيد عثمان. وأما عن الإمبراطور سيتم شفاؤه تماما من السم كما رأينا في الإعلان، ومعه كوران عبدال، وحيث كذلك معه أولوف وعثمان، حيث سوف يطلب الإمبراطور محاكمة أوفيليا، حيث سوف يكون الاتهام موجه إليها بسبب أنها هي التي صنعت الدرع لأبيها. هل سوف تتوقع محاكمة أوفيليا؟ وكذلك أعلن المقاتل شامل عن عودته إلى المؤسس عثمان. هذا هو نهاية هذا الفيديو، ولا تنسوا ذكر الله تعالى وصلوا على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.